قولك بال400 حديث عن المهدي آخر الزمان؟ هل كلها مكذوبة علما أنها مروية في كتب الفريقين؟ أخي العزيز، مو 400، 4000 يقولون. ليش سويتها 400 أنت؟ 4000، 6000 يقولون عليها، مو جسمه. يعني هي الفكرة العامة، شو إذا فكرة، شو القرآن كله يعني ولا حديث عن الموضوع ولا إشارة على الموضوع. يعني الفكرة العامة هي أن الإنسان ما يذب الأمل على واحد آخر يجي يصلح حاله. أنت الآن إذا عندك مشكلة، عندك واقع فاسد وتشوف الظلم حواليك، أنت يجب أن تكون إماما مهديا أو تكون إنسانا مهديا على الأقل، تصلح الأمور من حواليك في عائلتك وفي كل منطقة، تصير إمام مهدي. لماذا ترفض الحوار مع العلماء كما وجهت إليك دعوات كثيرة من علماءكم؟ أنا وجهت إليهم دعوة، مهم وجه لي دعوة. أنا أول ما كتبت الكتاب وقبل أن أنشره وأرسلت لهم الكتاب وانتشر فيكم، وطلبت عقد مؤتمر، وأقدم مؤتمرات في لندن مرتين، مرة بسنة 99 ومرة قبل أيام، وما دعوني لهذا المؤتمر ولا ذاك المؤتمر القبل. فوجرت حوارات وكتبوا كتب، مئات الكتب الآن كاتبين، وأنا رددت عليها، صار نوع من الحوار حول الموضوع.